أهلا بكم في أعرف. يعتبر الحمام من الطيور التي تدهش العالم أجمع بسبب حدة ذكائها وسرعتها ومهاراتها المختلفة والمتنوعة. وعلى الرغم من أن فصائل الحمام تتنوع وتختلف، إلا أنهم بشكل عام مذهلين ورائعين. ولكننا اليوم سنلقي الضوء معكم على أكثر فصائل الحمام ندرة، وهو حمام السباق البلجيكي. يعد هذا الحمام من أندر وأغلى أنواع الحمام الموجودة بالعالم، وذلك لسمات كثيرة سنتعرف عليها معاً في هذا الفيديو. وهو باهظ الثمن لدرجة أن هناك حمامة واحدة قد تم بيعها مقابل 2 مليون دولار. من الطبيعي أن يتم بيع مثل هذه الفصائل النادرة داخل مزاد علني ليحصل البائع على أعلى سعر يمكن أن يصل إليه في المزاد، وهذا ما حدث مع حمامة السباق البلجيكية التي تدعى أرماندو، إذ أنها عرضت في مزاد علني، وقد كان أعلى سعر متوقع لها هو 400 ألف دولار. ولكن رجل الأعمال الصيني المهووس بحمام السباق البلجيكي قد قلب المزاد رأساً على عقب، حيث أنه اشترى أرماندو مقابل 2 مليون دولار أمريكي، وهذا ما يعد 3 أضعاف ثمنها المتوقع. وبهذا فإن أرماندو أصبح أغلى حمامة يتم بيعها بالعالم. وإذا حاولنا أن نفكر في الاستفادة التي سيجنيها رجل الأعمال الصيني هذا من دفعه لكل هذه الأموال، سنجد أن أرماندو سيرد له ثمنه من خلال مشاركته في السباقات الصينية الخاصة بفصائل حمام السباق، وسيفوز بها ليرد أموال رجل الأعمال إليه وليبدأ في الحصول على المكاسب قريباً. هذا إلى جانب أن رجل الأعمال يبدو أنه يزوجه لينجب حماماً من نفس الفصيلة والجودة، لأنه إذا كنت تعلم يتراوح متوسط عمر الحمام بين 20 إلى 25 عاماً فقط. فإذا كنت ما زلت تشعر أن هذا الرجل مجنوناً جداً بدفعه لكل هذه الأموال وأن أرماندو لا يستحق هذا الثمن، فدعونا الآن نتعرف على مميزات أرماندو التي جعلت منه أغلى حمامة بالعالم. يبلغ أرماندو من العمر 5 سنوات، وهو يبدو منتبهاً جداً وحاد الذكاء بسبب أعينه التي تمتاز باللون الأحمر، وتتسم رقبته بمزيج من اللون الوردي والأخضر. وفيما يتعلق بمهاراته في السباق فهو بطل حقيقي، لأنه في العام الماضي قد فاز بالميدالية الذهبية في السباقات القومية الأوروبية الأولمبية. في البداية تم وضع أرماندو للبيع عن طريق مواقع الإنترنت العالمية، وحينها أذهل أرماندو زائري المواقع وأصبح ذو شهرة وصيت كبير قبل أن يعرض في المزاد العلني ويباع ب 2 مليون دولار أمريكي. وإذا رجعنا بالماضي قليلاً إلى عام 2013، سنجد أن أرماندو ليس الحمام الوحيد الذي يمتاز بغلو ثمنه كثيراً. ففي عام 2013 تم بيع حمامة تدعى بوليت إلى رجل أعمال صيني أيضاً، وفي ذلك الوقت كان هذا السعر هو أعلى ثمن يتم دفعه لحمامة واحدة. وحينها صرح رجل الأعمال الذي اشترى بوليت أنه سيستخدمه في زيادة نسل هذه الفصيلة وفي الدخول بالسباقات الأولمبية تماماً مثل أرماندو، لأنه قبل أن يتم بيعه داخل المزاد العلني قد فاز بوليت بالميدالية الذهبية نتيجة مشاركته وفوزه بسباق أولمبي قومي. وفي هذا العام حدثت ضجة كبيرة في العالم بأكمله نتيجة بيع بوليت بهذا الثمن. ولكن دعونا نعترف أن ثمن أرماندو وثمن بوليت هي أموال كثيرة جداً لا يقتنيها إلا الأثرياء. أظن أن السؤال الذي يخطر في بالكم الآن هو: ما هو سبب غلو سعر هذه الفصيلة بهذا الشكل؟ أولاً، ترجع جذور هذه الفصيلة إلى دولة بلجيكا الذي أجري فيها أول سباق طويل المسافات في القرن 19 الذي شاع فيه مربو الحمام كثيراً. وقد اكتسبت بلجيكا هذه السمعة الممتازة في حمامها بسبب التربية والرعاية الممتازة والتعامل بحذر شديد وعناية مع هذه الفصيلة. ولكن أكبر سوق لجوائز الحمام يتواجد في الصين. اشتهرت تربية الحمام الزاجل وتطوير غريزة الموطن لديهم كثيراً، ولكن تم منع سباق الطيور في أثناء الثورة الثقافية لأنه يرتبط بالرأسمالية، ومؤخراً عادت هذه السباقات مرة أخرى، وبدأ المزايدون الصينيون في شراء هذه الأنواع النادرة من الطيور، ومنهم مشترو حمام أرماندو وبوليت،
اللذان ذكرناهم بالأعلى. وفي الصين أصبحت هذه السباقات مصدراً أساسياً للدخل مثلها مثل أي وظيفة أخرى. أتمنى أن يكون الفيديو قد أعجبكم. أخبرونا في التعليقات ما هو أعلى سعر دفعته لشراء الحمام؟ أراكم في الفيديو القادم. إلى اللقاء.